اللي هي البي ستاند ديفلوبمنت. ده صغير كامل ممكن يعملوا شو يقدروا في ايتمز مهمه. الورقه اللي قدامها عليكم فيها البي ستاند ديفلوبمنت وفيها البي ستاند ديفلوبمنت، محدش هيعمل حاجه. الناس السعيده اللي معانا بيتكون فيها اي جي ام واي جي دي. زي ما قلنا امبارح كانوا واقفين على السيرفس وفي بي سيل من اول فريم على السيرفس. يعني يا دكتور اصلا الستيم سيل ما كانش عليها اي جي ام واي جي دي على السيرفس، والبرو بي كانت خليها فاضيه من فوق مش عليها حاجه. فاكرين الرسمه بتاعت امبارح بعد اول امبارح الريسبتورز كنا عاملين كده خليها اسمها بي وعليها اي جي ام وعليها اي جي دي، كان هم شغالين ريسبتور فور ذا اندرو كان اسمها بي سيل ريسبتور. لا احنا هنا ما عندناش ده في اول ثلاث مراحل. في اخر مرحلتين بيبدا يتكون على السيرفس اي جي ام واي جي دي. بس شكرا حلو خالص. التفصيله دي مهمه في حاجه؟ ايوه مهمه في حاجه، مهمه عشان عندنا سؤال كده صح وغلط على السيرفس بيتكون في انهي ستيج؟ ايه ماتيور ولا ماتيور؟ طبعا اهو هيبقى في انهي ستيج؟ ده هيخيرني يبقى ليه ماتيور. طب صح وغلط؟ اه في ليه ماتيور صح. طبعا يكمل ماتيور فيها طبعا هو خلاص ما احنا كوننا من قبل المرحله دي. ركز بقى في الكلام شويه، ركز قوي. منشا خليه البي سيل بوم مار ولا ثايموس؟ المنشا منشا كل خلايا الجسم المناعيه او الدمويه بوم مار. بالنسبه للبي سيل يحصل لها ماتيوريشن فين برضه؟ بوم مار. الانترلوكن اللي مسؤول عن الماتيوريشن اسمه انترلوكن 7. الخليه كان اسمها ستيم سيل اول ما خرجت، اول ما اتكونت. الانترلوكن 7 في البومر وبدا يحصل لها ديفلوبمنت فبقت برو بي ستيج. وهتعدي بالمراحل المختلفه اللي جايه. اثناء ما هي بتتغير في الشكل وفي الحجم وتتميز وتتعلم تحط الاي جي ام والاي جي دي على السيرفس بقت البرو زي ما اتفقنا فاضيه، خليه مش عليها اي حاجه خالص من بره. ولا سي دي هات ولا اي جي ام ولا اي جي دي، خليه فاضيه خالص دي البرو بي. بعد كده في المراحل المختلفه تتعلم انها تحط الاي جي ام والاي جي دي، فده ديفلوبمنت كده بتتطور بيحصل لها ماتيوريشن، الخليه مش عليها حاجه. انما اثناء المراحل دي بيحصل حاجه صغيره. كل شويه شويه من البي
او بالنسبه لك كنت كل البي قبل كل محطه قبل ما تخش على المرحله اللي بعدها رحت طالعين للجسم. اللي جايب موبايل تسجل تاخده تقفله الاول صاير بعد كده تجيب سجل. تطلع كل مرحله مثلا بروبي تروح رايح على الجسم كله منطلق. هو احنا ازاي الخلايا المناعيه بتاعتنا عارفه السلف من نوع السلف؟ اهي هنا اهو ركزوا معايا بقى. تطلع على الجسم هي لسه ايه ماتيو لسه خليه صغيره خالص. تطلع بره في كده ده سنين ده اللف وده كذا وده كذا وده كذا والشكل تحفظه كويس وتحفظ الانتج المختلفه اللي موجوده على خلايا جسم مختلفه. وتروح راجع تاني لبوم مره سبحان الله. يرجعوا لبوم مره فرحانين رحله طلعوا رحله وراجعين تاني. خلايا من البي راجعه لبوم مره روبي ستيج خلاص بتفضل بقى الستيج ونفس الكلام في كل ستيج. راجعين لبوم مره كان اتاك سيلف انتجن. خلايا بي تانيه كانوت اتاك سيلف انتجن. امال انتوا اتاك مين انتوا؟ احنا ان شاء الله بعد كده لما نقابل حاجه نون سيلف هنعمل اتاك عليها. يعني ايه حضراتكم؟ يعني احنا شفنا الناس دي، شفنا السيلز دي، فالمجموعه دي دول اهلنا وناسنا، ما ينفعش نضربهم. ما ينفعش اتحول لبلازما سيل واكون ضدهم انتي بودي. دول اهلي، دول منطقتي. ما ينفعش ان انا اضربهم ولا اهاجمهم. ويروحوا راجعين للبوم مارك. احنا الرحله بتاعتنا النهارده مش احنا لقينا ان الخلايا والخلايا ديت ما شاء الله جميله ودي الانتجن بتاعتها واحنا عرفنا ان هي الانتجن ودول مش هنهاجمهم. مش هتهاجموهم انتوا عاقلين. دول انتوا عاقلين. وانتوا ايه اخباركم ايه؟ لا بص بقى احنا اصلا وظيفتنا وظيفه مناعيه هنبدا بالهجوم على الناس دي. اصلهم مش عاجبنا. اصلهم انتجن. ايه يا مجانين؟ دول سيلف انتجن. ده انا مطلعكم عشان تروحوا تعرفوهم وترجعوا لنا تاني. معلش. احنا بنقدر نهاجمهم ونتعرف عليهم. ولو سبتنا عايشين هنهاجمهم. طلعنا بس تاني ليهم. اعمل لنا بس ماتيوريشن ليهم. اعمل ماتيوريشن بس واحنا هنروح نهاجمهم. فانتوا مجانين. تفتكروا البوم مارو هيسيب مين تعيش ويعلمها ويدربها ويحط الاي جي ام ويحط الاي جي دي ويعمل لها مور ماتيوريشن ديفلوبمنت وهيموت مين بقى دكتور من الاول؟ العاقلين الحلوين دول يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم حاجه اسمها بوزيتيف سيلكشن. تعالوا انتوا هنختاركم. دول بالمقابل حد يعرف يقول اسمها ايه بقى؟ نيجاتيف سيلكشن. لها اسم تاني اسمها كلونال ديليشن. بمرة روح حذف المجموعه دي، كلونال يعني مجموعه. حذفت لي ايه؟ ده احنا جايين بنقول لك احنا هنبدا الهجوم على الناس دي، ما هو يا مجانين انا مش عايز كده. انا عايز دول يعيشوا دكاتره، دول لو عاشوا يعملوا ايه؟ دول لو عاشوا مهابيل هيعملوا اوتو اميون ديزيز زي ما انتوا قلتوا صح كده. وعشان نمنع الاوتو اميون ديزيز لازم دول يحصل لهم ان هم يموتوا. المجانين ما تعيش معانا. يعيش معانا الناس العاقله اللي عارفين الناس ديت اهلنا الخلايا بتاعتنا ودول خلاص حافظين. عرفتوا منين بيعرفوا كلمه اول كلمه خدناها في اول شابتر في الاميونتي شابتر 8 قلنا ايه؟ المناعه مبنيه على فكره. وهي ديسكريميشن بتوين سيلف من نون سيلف. طلع الاورنو سبحان الله منين؟ الاورجن واحنا في الفيتال لايف الكلام ده بيحصل اثناء ما احنا في رحم الام لسه البوم مارو بيكون خلايا اسمها بي لسه بيكون ولسه هيعلمهم يبقوا ديفلوب ازاي ويبقوا ازاي بيعلمهم مراحل طريقهم عشان اي مجموعه هبله تعالوا انتوا يموتوا واي مجموعه عاقله ايوه تعالوا بقى هنطوركم من بروبي ستيج الى بريبي ستيج. كل
الحركه بتكرر. طلعوا سايبوه، طلعوا من البومارو للبومارو يرجعوا له. احنا النهارده عرفنا انت قلتوا عليه زمان، هباتوا تاني تعال. يقعد هو عمال يعمل ايه؟ يختار 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 عشان يطلع في الاخر خليه بي ماتيور في الاخر بالشكل الكامل اللي احنا عارفينه. فاكرين بقى الريسبتورز تمين مين بقى؟ اي جي ام واي جي دي، وعندنا حاجه اسمها سي 19 اكتبان سي دي 20 اه ولا لا، كان في حاجه اسمها بي 7 مولكيول. حلو قوي، طلعهم بالشكل الكامل اللي عليه كل السيرفس ريسبتورز اللي جاهزين لاستقبال. ردوا انتوا عليا فور النون سيلف انتجن ولا سيلف انتجن؟ اونلي فور. طيب يبقى احنا كده عرفنا النهارده ان شاء الله في شابتر اسمه اوتو ايمين ديزيز ايه منشا الاوتو ايمين ديزيز. مين عاشو منشا الاوتو ايمين ديزيز؟ مين عاشو؟ المجانين المهابيل سابهم الكوما ويعيشوا، سواء سابهم كلهم وده مش هيحصل او سابهم جزئيا. او سابهم جزئيا فعشان كده الاوتو ايمين ديزيز بيحصل على مراحل مختلفه من العمر. اسم الحركه دي ايه؟ قبل ما نعرف اسمها هقول معلومه زياده كلنا هنزودها. انا عندي حاجه اسمها سنترال ليمفويد تيشو، هما اتنين بس، بون مارو وتايبس. واي ليمفويد تيشو عدا الاتنين دول اسمه بريفرال ليمفويد تيشو. اي حاجه ثانيه. الاسم الثاني سنترال برايمري ليمفويد تيشو، الاسم الثاني بريفرال سكندري ليمفويد تيشو. انا عندي برايمري وعندي سكندري. كده جسمي بيعود الخلايا اللي هتعيش معانا علينا. حركة التعود في الطب اسمها تولرانس. فكده بناء عليه بيحصل تولرانس. التولرانس هو عكس الاوتوميون ديزيز. تولرانس يعني ان خلايا المناعة بتاعتي الماتيور عارفة خلايا جسمي وما بتهاجمهاش. الكلام ده حصل في سنترال ليمفويد اورجن بيسموه سنترال تولرانس او سنترال سيلف تولرانس. معناها ان واحد من الاثنين تشو اللي هناك بوم مارو او تايمس، احنا بالنسبه لنا البي تبقى طبعا بوم مارو ولا تايمس، بي بوم مارو. البوم مارو عود الخلايا بتاعتنا على التيشوز بتاعتنا، ايوه تولرانس. الكلام ده تم في سنترال اورجان او برايمري اورجان ليمفويد يعني، عشان كده اسمه سنترال سيلف تولرانس. عن طريق ان هو خلى خلايا البي ضحك عليها اللي عندها نيه للشر ظهرها كشف، عمل ايه؟ طلقهم في الدم. يلا تعرفوا على التيشوز تاني عيد اهو، رجعوا له مجموعتين. المجموعة الأكثر دي طبعاً، والمجموعة الأقل اللي هتبقى منشأ ديزيز ده وما كملوش دي. المجموعة الأقل رجع تقول له أنا أقدر أتعرف على السيرف أنجن وهدمه. ليه أنت تموتي؟ لأنك مجنونة، لأنك لو كملتي هيحصل لك هتكون بسبب أو منشأ أوتوميون ديزيز. بإنه عمل لهم حاجة اسمها نيجاتيف سيليكشن أو كلونال ديليشن. عملها إزاي دي؟ بإن لهم إيه؟ يا دكتور يلا مع السلامة. الخلايا التانية العقلة اللي ما بتعرفش تهاجم السيلف انجن، هي مش ما بتعرفش، هي اتعرفت وتعلمت مين هو السيلف وهتهاجم أي حاجة تانية غير سيلف، وده دورها الطبيعي، ده الجيش اللي بيحمي جسمي فطبيعي إنه يبقى كده. فالبوم مارو كمل معاهم ماتيوريشن ونقلهم من ستيج للتاني للتالت للرابع زي ما انتم شايفين. وقت لما خرجهم في الاخر خلايا ماتيور بي، فعمل حاجه اسمها بوست سيلكشن. الحركه دي اسمها سنترال سيلف تولرنس، ان احنا نخرج خلايا متعرفه على السيلف عارفاه وما بتهاجموش، وبناء عليه عارفه نون سيلف بتهاجمه.
الخلايا اللي كانت عارفه السيلف وبتهاجمه مات. عشان كده الدكاتره في كلمه واحده توليرانس، هل ينفع اقول ان هو عكس اوتو مين ديزيز صح ولا غلط؟ توليرانس عكس اوتو مين ديزيز؟ اه صح. توليرانس معناها ما هاجمش السيلف، اوتو مين هاجم السيلف، طبعا عكس بعض. طبعا مين فيهم فيسيولوجيكال ومين باثولوجيكال؟ ده فيسيولوجيكال، ده ديزيز، ده باثولوجيكال. البوم مارو بيعلم خلايا البي ازاي تحارب ويعمل لها ماتيوريشن ويخرجها في الاخر ماتيور بي. ركزوا بقى في الكلمه اللي جايه دي، نايف ماتيور بي. يعني ايه نايف ماتيور بي دي؟ كلمه نايف بالعربي معناها ساذج، وهنا المقصود بيها مش ساذجه، السذاجه في حد ذاتها ما هياش مشكلة، وهنا في حق المناعة ما هياش مشكلة، حاجة حلوة، بس ما تكملش نايف. يعني ايه نايف؟ نايف معناها لسه بالعربي اهو ما قابلتش الانتجن بتاعها. طبعا اكيد انتجن سيلف ان سيلف ان سيلف. اه يعني قصدك تقول يعني اه هي ماتيور وجاهزه للحرب بس لسه ما حاربتش، هي لسه ما تعرفش هتحارب مين. زي الجيش بتاعنا، الجيش قاعد مستني العدو من كل الحدود، صح؟ ده اسمه النايف. لما يقابل عدو جاي لنا بقى من اسرائيل، جاي لنا من اي حته ثانيه، هيعمل ايه؟ هيتوجه من الناحيه دي وينقسم الفرق واسلحه. خدتوا بالكم اللي انا بقول ايه؟ اه هو ده اللي هيحصل، يحصل انت الكلام ده لما نقابل عدو في حته معينه. لكن احنا متوزعين، جيشنا متوزع في كل انحاء الجسم تسير. خلايا اسمها نايف، مش عارفه حاجه لسه. لما تحارب حد توجهه بقى، تتخصص ليه. يبقى عندي بلازما وعندي ميموري ساعتها. ده اسمه البي سيل ماتوريشن او ديفلوبمنت. ناقص كلمه انا ما قلتهاش، كلمه صعبه نفهمها بقى. دكاتره انتوا اللي بتردوا عليا. المراحل المختلفه في التطور. حجم الخليه هنا كبير وضخم، اصغر اصغر اصغر، واضح ان كل ما يحصل مفيش اي يحصل حجم الخليه. هنا مش مكونه اي حاجه على السيرفس، ولا هنا ولا هنا، هنا في تغيرات حصلت. لكن هنا بدانا نكون، وهنا طبعا كونا. وصلنا في الاخر لمراحل مختلفه زي ما انتم شايفين. كم مرحله دول؟ خمسه صح؟ ستيم برو بري ماتشيور ماتشيور. هو ايه اللي يخلي ينفع اقول الجمله اللي جايه دي؟ ينفع اقول التطور في حجم الخلايا والتغير في شكلها راجع لتغير في الجينات؟ لقيت ايه؟ اي حاجه بتحصل في الخليه تغير في جين. اي حاجه بتحصل في اي خليه في جسمنا اللي مش عارف ده تغير في جين. لازم الجين يشتغل من الاصل. الخليه ما بتكبرش الا باذن من الدي ان ايه، ما بتصغرش الا باذن من الدي ان ايه، ما بتكونش اي جي ام الا باذن من الدي ان ايه. اي خليه بتكون هرمون بالدي ان ايه، انزيم بالدي ان ايه، اي خليه في الجسم. وينفع حاجه تحصل في الخليه من غير ما الدي ان ايه يشتغل؟ امال هنكون بروتين ازاي؟ ما اي حاجه بتحصل في الخليه عباره عن بروتين بيتغير. والبروتين عشان يحصل تغير فيه او يحصل تكوين ليه او نوقف واحد، هو الدي ان ايه لازم يحصل له ترانسكريبشن ثم ترانسليشن، صح كده؟ يعني الجين لازم يشتغل. عشان كده التغيرات المختلفه في حجم الخليه وشكلها، التغيرات المختلفه في حجم الخليه وشكلها ناتج عن تغير في الجين. انهي منطقه في الدي ان ايه؟ المنطقة من الدي ان ايه اللي مسؤولة عن تكوين الانتي بودي، يعني انتي بودي لوكس. عايز تقول ايه؟ يعني ما هو الدي ان ايه بتاع اي انسان فينا ما شاء الله 2 متر، يحمل كل الشفرات الوراثية لأي خلية. يعني انها تكون انزيم كذا موجود، وتكون هرمون كذا موجود. قال لك بس يا دكتور هي ما بتكونش لا انزيم ولا هرمون ولا غيره، هي وظيفه البي سيل انها تصنع ايه بس؟ الانتي بودي. ايوه هتاخده ان شاء الله بعد كده في علم الجينات. هتاخده في سنه خمسه ان شاء الله.
تعرفوا ان احنا عندنا كل خليه عندها دي ان ايه كامل، بس بناخد من الدي ان ايه ما يلزمها. يعني مثلا خلايا العين عندها دي ان ايه بتاع الشعر وعندها دي ان ايه بتاع الجروث هرمون، بس هي ما يلزمها ايه؟ لون العين، حجم الايرس، بس ماليش جينات شغاله، مش جينات مش شغاله. طب احنا في البي سيل ايه الجين اللي لازمني انه يشتغل؟ تكوين الانتي بودي، جين بتاع الانتي بودي بس. المنطقه الجينيه بتاعه تكوين الانتي بودي اسمها انتي بودي لوكس. هم اكشولي مش لوكس واحد، ده هم اكتر من لوكس، اكتر من لوكس يبقى اسمهم لوكاي. فتشينج ان ديفلوبمنت اوف بي سيل ستيجز equivalent to change in the antibody loci. كلمة loci معناها ايه؟ جين. والمقصود بالجين هنا انه يشتغل او ما يشتغلش، مرة يشتغل مرة ما يشتغلش حسب ايه اللي جاي. قلت اي جملة؟ change في الستيج المختلفة اللي هيخلي الخلايا تكبر وتصغر وتكون اي جي ام وما تكونش وتطلع وتدخل وتخرج، مين هيسمح لها بكده؟ تغيرات بتحصل في الجينات، أي منطقة جينية؟ الجين اللي مسؤول عن تكوين الأنتي بودي. الجين اللي مسؤول عن البي سيل، هو إيه الجين اللي مسؤول عن البي سيل؟ هو الجين بتاع الأنتي بودي. حلو، مش بتاع الهرمون ولا الإنزيم، أنا بتكلم عن البي سيل. بيحصل تشينج إن الأنتي بودي لوكس بإنه يشتغل أو ما يشتغلش. يعني تردوا عليا، طارق. الأنتي بودي لوكس شغال في الستيم سيل؟ في البروبي؟ لا. في البريبي؟ لا، بدا يشتغل فين؟ راح مكون اي جي ام واي جي دي على السيرفس، هو كده اشتغل، كان مش شغال واشتغل. حلو قوي. طب وهنا ايه اللي حصل؟ هو عمل حاجات ثانيه، اشتغل مور اكتف شويه زياده فعمل حاجات ثانيه، مش مهم الكلام ده، استفدنا فكره؟ طيب، الجمله الصح والغلط ايه؟ ينفع اقول ان تطورات الخليه اللي اسمها بي سيل راجعه تطورات جينيه؟ او تطورات جينيه؟ ايوه، صح طبعا. فاحنا قلنا اي حاجه بتتغير يبقى جين. اسمها ايه الجملة ديت؟ change in the antibody locus او local اماكن تصنيع الانتيبودي الجينية. تاني الماتوريشن او الديفلوبمنت بتاع البي سيل سريعا هعيده بسرعة. احنا عرفنا ان البي سيل بتتكون في البون مارو، بيحصل لها ماتوريشن في البون مارو برضه. اندر انفلونس، انفلونس يعني سيطرت انهي انت لو جاي ترد عليا رقم كام؟ 7. حلو قوي. 7 ده هنقوله هنا هنقوله في ان شاء الله. المراحل بتاعتنا عندنا عليها خمسة: ستيم، برو، بري، اماتيور، ماتيور. الخلايا اللي اسمها بي سيل في الاول وهي بتتطور تنتقل من ستيم سيل الى مرحله برو بي، ودي مرحله مهمه، محطه مهمه اللي بعدها تقريبا مفيش رجعه، خلاص هنكمل بسرعه. البرو بي سيل ستيج تحت تاثير انترلوكين 7 وصلنا له. يحصل ايه في البون مارو؟ البون مارو عايز يغير الجينات، يشغل جينات ويوقف جينات عشان يكون انتي بودي في الخلايا. ما هو ده الماتوريشن. قبل ما يعمل الحركه ديت هيعلم البي سيل ازاي تحارب، هيعلمها ازاي يطلقهم كلهم في الدم ويرجعوا له تاني. لما يرجعوا له ينقصوا مجموعتين، مجموعه مجنونه تقول له احنا بنحارب السيلف انتيجن، فالبون مارو يقول لها لا انت ما تكمليش معايا، ما تنفعنيش، انا لو كملت معاكي كملت بيكي وعلمتك وعملتلك ماتيوريشن هتحارب الجسم مش عايزك. فيقول لها احذفي نفسك، كلونال ديليشن، كلون يعني مجموعه حذفها بالكامل، بانه يعمل لها ابوبتوزس كده ما اختارهاش، فاسمها نيجاتيف سيلكشن. المجموعه الثانيه بالعكس اللي راجعه تقول له احنا كويسين ولاد حلال واحنا هنحارب اي حاجه نصل السلف، مالناش دعوه بيها، احنا مش مهابيل، احنا عاقلين، تعالوا انتوا هنعلمكم ونوصلكم ازاي تبقوا ماتيور باني هشغل جينات. انهي منطقه جينيه؟ انهي منطقه جينيه؟ بتاعت الانتي بودي. دي الحته الخاصه بالبي سيل هشغلها وابدا اطوركم من مرحله البرو الى البري الماتيور ثم الماتيور. خلي بالك يا بي انت لسه ما شفتيش اعداء، فهتخرجي اسمك نايف بي سيل. نايف يعني ان ستيميوليتد ببساطه، لسه الانتيجن ما جاش عمل لها ستيميوليشن. اسمها ايه يا دكاتره تاني؟ اسمها نايف بي سيل. تخرج النايف بي سيل تتخزن في سكندري ليمفويد اورجان، فاكرين مين هم البرايمري؟ لما السنترا يكون مارو تايمز، احنا كل مره يخرجوا بقى ينطلقوا للدم، يروح متخزنين في السجلات العسكريه الكتايب بتاعتنا اللي موجوده على مستوى الجسم كله، ما الجسم عامل زي الدوله. بيتخزنوا جوه الليمف نودز. فالبي سي بتخزن فين؟ في الليمف نودز. حلو خالص. مستنيين العدو يجي. ولما يجي العدو يبداوا يهاجموا.
حركه ان البون مارو اختار خلايا تعيش وخلايا تموت. اولا ده سنترال اورجن بيسموها سنترال، اختار خلايا تعيش وخلايا تموت. انت عيشت مين؟ عيشت الخلايا اللي متعوده على السيلف، بيسموها سنترال سيلف تولرنس. مجموعه خلايا اخترناها عملنا الكلام ده في البون مارو، متعوده عارفه السيلف تيشوز فمش بتتكلم. كله كله احسن، انت ما خدتش تفاصيل. هو بيتكون هنا بس مش بيتكون كده مره واحده، هنا وهنا زي بعض، هنا في فرق عندي عليك الكلام. طبعا هنا في فرق، يعني هنا بالاول بيتكون اي جي ام سيتوبلازم، بعد كده اي جي دي سيتوبلازمك واي جي ام على السيرفس، بعد كده اي جي ام واي جي دي الاثنين على السيرفس. التفاصيل مش مهمه. اه طبعا طايره قول لا ما بتقراش اي خليه على انها ينتج، تقراش اي خليه، مجموعتين بيتقسموا مجموعتين، منهم اللي بيقرا اي خليه على انها انتجن كانه نون سيلف يعني هجموه، منهم اللي يقرا على ان هو سيلف انتجن. يفرق ايه نوع الانتجن، يعني هي بتقرا الخلايا بتاعتي هي خرجت راحت الجسم شافت كيلر شافت سبرين زي ما قلنا، راجعين مجموعتين هم لسه بروف، مجموعه تهاجم السيلف ومجموعه ما تهاجمش السيلف. بس ذكي شويه متطور شويه، ويعني اعتبره ان هو ليفل متقدم قوي عن طلبه الدكتوراه بتاعتنا. ايه هو؟ لو في تيومر اثناء الامبريولوجيكال لايف، لو خليه خبيثه قاعده كده واحنا في المرحله دي، هتعتبر كانها سيلف وان سيلف. عشان كده يقول لك ايه؟ اي تيومر موروث، اي تيومر دي مش جايه كده لوحدها. يقول لك مثلا الست اللي عندها بريست كانسر تورث ل 50% من بناتها البريست كانسر. اي ما خلية البريست كانسر موجوده في البنت اثناء الحمل، موجوده في البنت البيبي حلو، والمناعه شافتها على انها سيلف تيشو وعدتها، فده هيبقى منشا تيومر سيلف. بعد كده طبعا ده صحيح، ما هو خلاص بقى احنا هنا الخير خير والشر شر. لما نوصل ان شاء الله تيومر هناخد ده احد منشا تيومر، نطلع من الاوجن بتاعه امتى؟ واحنا بنعمل السنتر سيلف تيومر، هو عدى البوستير. دكاترة مين هم السنترال ليمفويد اورجان او البرايمري؟ مين هم؟ بوم مارو تايب. حلو قوي. وما عداهم، يعني لما اقول سبلين تونس مش عارف ادينويد مش عارف ايه ايه ايه، يطلع ايه هو؟ الرسمة المعقدة بقى التي سيل، فدي اللي مرسومة عندكم.
دي سيل ديفلوبمنت مور اور ليس الكلام نفس الفكره. يعني نفس الفكره انتوا كانت دي سيل فيروس فايروس اتعلم تحارب تعدي مراحل معينه. طبعا بنقول حاجه اسمها بروتي نفس المرحله موجوده بروتي وفي مسميات اخرى. التي في الاخر هتنطلق للجسم ترجع للثايموس المره دي مش للبون مارو نفس الفكره في تفاصيل بس زياده. ترجع تاني للثايموس تقول لها بصي احنا شفنا النهارده مجموعتين من الخلايا انقسموا يعني مجموعتين. مجموعه تقول لهم بص احنا الناس دي بتوعنا سيلف ما بنهاجمهمش وعرفنا ان هم سيلف. هتبقى معلومه زياده انتوا عرفتوا ازاي ان هم سيلف انا هعرفها تفصيله صغيره. فالثايموس تقول لهم انتوا هنكمل معاكم ونعديكم مراحل مختلفه ونعلمكم ازاي تحاربوا وهميزكم هقسمكم. انتوا عارفين التي عباره عن خليه واحده ولا مجموعه من الخلايا؟ التي كام خليه؟ كام نوع؟ عندي منهم ما هو اسمه سيتي فور سيل اللي هو اسمه تي هيلفر وعندي ما هو سي تي 8 سيلز اللي هي تي سيلز. استفسروا من الناس صعبه دلوقتي اصل دي بتظهر في الاخر المناعه. انا عايز بقى اللي بيحاربوا دول اللي هم الهيلبر والسيلز. حلو طيب ومجموعه ثانيه مهابيل راجعين للثامس. بصي بقى السيلز دول احنا بنهاجمهم طبعا. الثامس تعمل فيهم ايه؟ تذبحهم تقتلهم كلهم. مهابيل لو كملتوا معانا تعملوا لهم اوتوفين ديزيز. هدول تعمل لهم حاجه احنا عارفينها نيجاتيف سيلكشن صح كده؟ او بيسموها ديليشن. الحركه دي بتحافظ على حاجه اسمها انها سنترال سيل تولرنت. حلو قوي. اللي لو ما حصلتش يحصل ايه بقى؟ ديز اللي يحصل اسمه ايه؟ طبعا التي اللي هتخرج من التايمس الماتيور محاربه ولا غير محاربه؟ اه هي مفضله ومحاربه بس هي عارفه حاجه ولا لسه ما عرفتش؟ لسه ما عرفتش. اسمها ايه اللي ما عرفتش ليه؟ اسمها ايه؟ مستنيه الامش. هي مش عرفتش حاجه. ايه بقى الستبس الزياده على اللي احنا قلناه؟ تي سيل المنشا بتاعها هو البون مارو تخرج بمرحله اسمها البروجينيتور تي سيل. جميل. اوروجا مش ستيم ستيم بروجينيتور تي سيل تخرج تستقر في الثايموس لان هي بيحصل لها ماتوريشن في الثايموس يسموها ثايموسايتس. يعني ايه ثايموسايتس؟ التي سيل راحت للثايموس عشان يحصل لها ماتوريشن او ديفلوبمنت وهي خارجه من الثايموس اهي تي سيل اهي بروجينيتور تي دي ولا عليها اي ريسبتور من اللي احنا قلناهم امبارح واول. مين هم الريسبتورز اوف تي سيل؟ بالراحه كده في اثنين عاملين واحد خاص لكل خليه. مين هم العاملين؟ تي سيل ريسبتور اللي بيتعرف على الانتيجين وسي دي 3 المساعد بتاعه صح كده. ولو هي هتبقى تي هيلبر يبقى عندها سي دي 4 ولو هي تبقى ريسبتور عندها حاجه اسمها تي سي دي 8. تمام حلو خالص. تخرج ولا عليها سي دي 8 ولا سي دي 4 وطبعا تي سيل ريسبتور مش موجود ولا سي دي 3. يعني انا ما اعرفش اميز هل دي هتبقى مستقبلا تي هيلبر ولا تي سيتوكس بيسموها الدبل نيجاتيف. ما هو اللي بيميز دي يا 4 يا 8 لا عليها 4 ولا عليها 8 طبعا ما عليهاش تي سيل ريسبتور ولا سي دي 3 بيسموها دبل نيجاتيف. انت لوكين كام يا دكاتره اللي هيحولهم الى بروتي ستيزم؟ ها؟ 7 حول بروتي سيل خلي بالك وتبدا تاكواير 2 سي دي 2 سي دي 4 و 8 يعني دي اسميها دبل دي دبل بوست. هو ده اللي هيحصل. دول هيكملوا معايا دول ولا واضح ان هيحصل تطور بعد كده؟ هيبقوا دبل بوست. لسه التي سيل ريسبتور ما ظهرش فغير قادره على التعرف على الانتيجين. يبقى ايه الخطوه الجايه؟ مين يتحط؟ مين بيشوف الانتيجين؟ في سيل ريسبتور. فالخطوه الجايه اللي يتحط في سيل ريسبتور دكتور وسي دي 3 هيتحط امتى؟ يتحط ما تحطش ما تفرقش بالنسبه لك. هو هيتحط تباعا خطوات كده في التطور بس مش عليك الخطوات دي. انا يهمني ده اشمعنى تي سيل ريسبتور يهمني قوي؟ هو ده عين الخلايا اللي اسمها تي سيل اللي بيها بتشوف الانتيجين. حلو خالص. خلي بالكوا كده الخليه عليها كام ريسبتور؟ ما اسمهاش 3 سيل ستيج بقى. امال هيبقى اسمها ايه؟ دي خليه تقدر تحارب اسمها دبل بوست البرد. دي سيل ريسبتور عليها فتعرف تتعرف على الانتيجين. تعمل ايه بقى؟ تفرق ان الثايمس تعمل ايه؟
تروح مطلعاهم فين؟ في البلاد. يرجعوا للثايمس مجموعتين. مجموعه تقول لها بصي احنا مدانين ومضبوطين زي ما حصل في البي كده، هتعملوا ايه يعني؟ احنا كان اتاك سيلف انتر. ومجموعه ثانيه احنا كانوت اتاك، احنا محترمين مش هنهاجم. سيلف لا، بس خلي بالك احنا عرفنا ايه. طب ده المطلوب تعرفوا ان هو سيلف ومش تحاربوه. حلو قوي. انما احنا عرفنا وهنهاجم. احنا لما كان الثايمس نعمل ايه؟ نكمل مع مين ونموت مين؟ ها؟ نحذف دي ونحذف دي، اللي فوق ولا تحت؟ فاللي فوق يحصل لهم نيجاتيف سيلكشن كلونال ديليشن بالابوبتوزس، واللي تحت يكملوا. تحت يكملوا؟ حلو خالص. حد يعرف يتوقع يقول لي ايه اللي هيحصل وياخد جنيه؟ مصلحة حاجة متوقعة سهلة، ايه اللي هيحصل؟ خلي بالكوا الخلايا بتاعتي اهي عبارة عن تي سيل. ماتيوريشن من ايه اللي يحصل؟ صح كده. الاول الثايمس تروح مكترهم في العدد. تكتر انهي مجموعه؟ المجموعه الثانيه. حلوه المحترمه جدا. وبعدين تروح على مجموعه تقسمهم نصين. نص تروح حذف السي دي 8 وتسيب السي دي 4. والنص الثاني تروح حذف السي دي 4 وتسيب السي دي 8. انتوا هتبقوا هيلبر وانتوا هتبقوا تي وديها الجنيه. حاضر. في ناس على فكره يعني قال الجنيه ده شويه، ما تعبش دماغي عشان جنيه. انت يا ابني انت كمان ليك جنيه عشان السؤال العبقري اللي انت سالته ده. ايه؟ انت مبدع في الفارما؟ ما اقولكش. الله يسترك يسترك يستر عليا. ايه التاني الكلام؟ دكاتره 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 دكاتره. المصطلحات الجديده عندنا ان احنا مثلا التي سيل اللي بيحصل لها ديفلوبمنت او ماتوريشن، او بنقول بقى ماتوريتنج تي سيل ان ذا تايمس، لها اسم تاني اسمها ايه؟ تايموفلاكس. تمام؟ طول ما هي بون مارو بيطلعهم يوديهم الى التايمس بمستوى اسمه الدونر تي سيل، كانوا كده يتحولوا الى هيتحولوا الى بروتي، بس في كلمه كده صغيره هم خارجين خارجين مش عليهم ولا سي دي 4 ولا سي دي 8. اسمهم ايه؟ دبل ايه؟ دبل ايه؟ دبل نيجاتيف. احمد ده لوكين كام اللي هيشتغل؟ سبعه طبعا. ماتيوريشن سبعه على طول. حول لمرحله اسمها البرو تي سيل ستيج. برو تي سيل ستيج يتطور شويه ويأكواير اثنين ريسبتور، سي دي كام وسي دي كام؟ اربعه وثمانيه، ده مش طبيعي، ده لسه هتتطور في الاول خالص. اسمها عشان كده دبل بوست بعد كده دبل نيجاتيف. حلو؟ بيتحط عليها في الاخر ريسبتور بيتعرف على انجل اسمه ايه دوت؟ اسمه تي سيل ريسبتور. تي سيل ريسبتور خلاص كده الخليه قادره على التعرف على الانجل. يا اسمك ما يزيدش. طيب بس تطلعهم للدم وترجعهم تاني، تعالوا لنا بقى. ها ايه الاخبار بعد الرحله دي؟ قول. انهي المرحله دي؟ ايه تاني؟ كده يعني؟ لا ما هي لسه ايه ماتيوف ولا هي سي دي 4 سي دي 8 مش عارفه تحارب ازاي. اسلوب الحرب هيعلمونا في فايمس تاني. احنا قلنا في الاخر اهو هتبقى ايفر تي هيلبر سيتوكس. مين اللي هيديها المواد؟ مين اللي هيعملها ماتيوريشن؟ لسه ايه ماتيوف ما اتحاربش. هيرجعوا تاني للفايمس. احنا لو قعدنا معاكي مجموعتين، مجموعه كانت تاك السيرف لو سبتينا وعلمتينا نحارب، اول ناس هنحاربهم هم دول يموتوا. المجموعة التانية كانت اتاك السلف، علمينا نحارب بقى ازاي؟ احنا لسه الخلايا مش عارفين نحارب ازاي، بس علمينا. فالثايمس تكمل مع دول وتعمل لهم ماتيوريشن باللي هنقوله دلوقتي. الخلايا اللي كانوا اتاك السيلف عرفوا ان هم شافوه عرفوه اه ريكوجنايز ان هو سيلف، بس قالوا احنا مش هنعمل له اتاك. يتحولوا ينقسموا لمجموعتين من الخلايا.
خلية تبقى اسمها تي هيلبر، خلية تبقى اسمها تي سيتوكسيك. فدول الاثنين دول عليهم اهو تي سير ريسبتور وسي دي 3 طبعا. وهنا نفس الكلام. دكاترة هو الفرق في الاثنين تاني بعيد تاني اهو موجود في انهي مولكيول؟ سي دي 4. وهنا سي دي 8. حلوة. وطبعا في شوية بس ما يهموناش، طب رسوش ما يهموناش دول، دول المقاتلين اللي يعملوا مشاكل لو كملوا فيهم خلل. انتوا بتأتاك مين انتوا؟ احنا بنأتاك اي حاجة ننصل. طبعا هيبقوا نايف في سل او نايف نايموسايتس، هي هي. حلو. طب انتوا انتي ليه قاتلة انت؟ وانتي ازاي هيلبر؟ بصوا بقى نعرف قصيده صغيره النهارده جديده اهي، كله يركز في اللي جاي. فايمس اللي بتعلم دي كده كلها انتي، احنا الجسم كله عليه ام اتش سي واحد يونيفورم موحد موجود على اي خليه من خلايا الجسم. يوم ما الشكل ده اللي حفظه لك النهارده يتغير تضربيه بالخليه بتاعتي يا دكتوره هدير. خليك انت في الاخر في التيسير تضربه من الكامل. ام اتش سي واحد الشكل اللي هتعرفيه النهارده ما تحاربوش. دي خليه غير مصابه. لكن لما يتغير بعد كده لأي سبب من الأسباب الشكل بقى كده، بقى كده. أي حاجة غيرته اعرف إن الخلية دي مضروبة من جوه، مضروبة بفيروس، ببكتيريا، بقت تيومر، مدياك التصريح تموتيها. أدي حركة التعليم والتخصيص. بما ان في ام اتش سي واحد اكيد في ام اتش سي تاني اسمه ام اتش سي 2. وانتوا يا هيلبر يا اللي هتساعدوا كل خلايا المناعه، انتوا ما تشتغلوش الا مع خلايا المناعه بس. ما احنا لما خدنا التي هيلبر دورها ايه؟ كانت هيلبنج افري سيل ان ذا بودي، كانت بتساعد اي خليه في الجسم. لا، خلايا المناعة كلها بس مناعة. طب الثايمس علمتها ازاي تساعد خلايا المناعة بس؟ ليه مش بتساعد دي؟ هي تساعد دي بس ما تساعدش دي. وهي بتساعد ما تموتش، بتحفز. لأن الثايمس قالت لها أنت تتعاملي مع أي خلية شايلة يونيفورم تاني زي عسكري. زي العسكري بتاعنا هو ام اتش سي 2، بدلة الجيش بتاعتها اسمها ام اتش سي 2. فكل خلايا المناعة لابسه ام اتش سي 2. حلو قوي. بس خلي بالك لما يجي لك خلية شايلة الام اتش سي 2 ساعديها مش تموتيها. عشان كده في كلمة أنا فوتها في البرزنتيشن. إيه هي؟ الماكروفاج لما خدناه وناخدها تاني كمان شوية إن شاء الله. هي ازاي الماكروفاج بتروح رايحه للبي سيل بعدين تروح للتي سيل؟ قلت لكم ان في حته شكل. ازاي البي سيل بتروح رايحه للتي سيل؟ ازاي البرزنتيشن بيحصل؟ ازاي الخلايا المناعه بتتعرف على بعضها؟ اللينك ايه هو؟ ايه هو؟ ظباط الجيش لما يبصوا على بعضهم عارفين بعض صح؟ ان هم كلهم لابسين لبس واحد زي واحد وبقيه الشعب شعب. وهم يتعاملوا مع بعض بلغه مشتركه. ومعانا احنا بطريقه ثانيه خالص. فاي خليه من خلايا الجسم دي شعب، افراد شعب نحميهم. احنا بينا وبين بعض حاجات مشتركه. اللغه المشتركه الزي الموحد نتعامل مع بعض. يعني دكاتره انا عايز كلمه واحده كده. كل خلايا المناعه شايله كم نوع من الام اتش سي؟ كل خلايا المناعه شايله كم نوع من الام اتش سي؟ ضابط الجيش هو فرد من الشعب. فهي احد خلايا الجسم. عاملين مزاج.
الدنيا يعني مزلحة ما تقلقش. ضابط الجيش تتفقوا معايا هو فرد من افراد الجيش من افراد الشعب بتاعنا ولا مختلف عنهم؟ واحد مننا مواطن عادي بس هو اتميز بان هو عسكري في الجيش. حلو قوي. لواء كويس. فكل خلايا المناعه عليهم دبل ام اتش سي، عليهم واحد وعليهم اثنين. بيميزهم عن غيرهم من خلايا الجسم يا ترى منا اهو ده مولكيول مميز اسمه ايه؟ ام اتش 2. ده المميز. ام اتش 2 ايه بقى المتفق معاه؟ اولا ما تتعاملش الا مع التي هيلمر. الخلايا اللي هتجيلك يوم ما تجيلك يبقى اسمها اي بي سي. بص يا تي هيلمر يوم ما تجيلك الخليه اعرفي ان ام اتش 2 شايل انتجن. دكاتره انتجن كامل سليم ولا بيرسيست انتجن؟ ما انا قلت البرزنتيشن ما بيحصلش قبل ما يحصل بيرسيست. فاعرفي اعرفي اهو اتفاق اهو لسه في الميدوريشن. بصي انت بقوه الجيش اعرفي ان انت لما تجيلي الخليه عليها ام اتش 2 جايه بتقول لك انا عايز انتجن ساعديني. ودي في الغالب هتكون شايله بروسيسد انتجن فساعديها بانك تحفزيها. تحفزها ازاي يعني؟ طلع لها الليمفوكاينز. احنا عارفين الكلام كانوا كام؟ حد يفكرني بيهم كده؟ ها بسرعه كانوا كام؟ سهلين 2 و4 و6 5 و10 وانت فاكرهم كام؟ كام؟ لا عايز تفكر؟ كام؟ حلو خالص. الحركه دي اسمها ايه؟ اسمها ان كل واحده من التي سيل تم تخصيص ام اتش سي معين تحاربه او تحارب معاه. تتعرف عليه بقى. اسمها ام اتش سي ريستريكشن. تاني الحتة الأخيرة في التي سيل ديفلوبمنت اللي بتخلي التي سيل مميزة ومميزة في حربها على السيلف ولا النون سيلف انتجن؟ أنا سيلف وأنا سيلف. السيلف خلاص دول ماتوا من زمان. اللي بيحاربوا السيلف دول انتهت قصتهم من 10 دقايق. بالنسبة للثايموس دي خلايا ماتت خلاص. احنا بنكمل مع اللي حصل لهم ماتيوريشن اللي بيعرفوا يهاجموا النون سيلف. هم ستيل ضايعين. لسه ما عملوش انتي حمدان لهم. انت لما هتخرجي اهو بنحفزك بنعلمك دي اكاديميه الجيش دي كلها حبايب نعلمه. انتوا هتبقوا قتله بس قتله بطريقه معينه. اليونيفورم الموحد لكل افراد الشعب بتاعنا اسمه ام اتش سي 1. لما شكله يتغير اعرف ان الخليه دي عيانه اضربيها وخلصنا منها عشان لو قعدت معانا تبقى بؤره وانتشار عدوي. انت حضرتك لما يجيلك اليونيفورم الموحد بتاع افراد الجيش بتاعنا انت هتحاربي خلايا مناعيه؟ لا انت مش هتحاربي. دي هتساعدي. هتساعدي اسمها ايه؟ هيلبر. عشان كده هتساعدي. هتساعدي ازاي يعني؟ انت مش هتبص على ام اتش سي 1. خلي بالكم خلي بالكم الاي بي سي هي واحده من ضمن خلايا الجسم عليها مش انت مفيش دعوه بده. ده ما تجيش ناحيته خالص. انت تبص على ده دايما. اعمل ايه يعني؟ لما يجي لك ام اتش سي 2 مليان وطول عمره فاضي. لما يجي لك مليان اعرف ان الخليه دي جايه طالبه منك المساعده. ودي فرد من افراد الجيش بتاعنا. ساعديها. ساعديها بانك تحفزيها. ما هي الحركه دي؟ تخصيص ال ام اتش سي. اسمها ام اتش سي ريستريكشن. سريعا نبص على الخطوه. نعم؟ لا تاني سؤال الدكتوره كويس. هو ام اتش سي 2 مش موجود على خلايا المناعه الا في اوقات معينه لما هي تكون محتاجه؟ لا هو طول عمره موجود بس موجود فاضي. في يوم ما يتملي بس كده يبقى ده برزنتيشن. بالظبط كده. كل الاميون سيلز عليها ام اتش سي 1 لان هي من ضمن خلايا الجسم. وعليها 2 لان هي اميون سيلز. دكتور بتسال سؤال كويس. هل ام اتش سي 1 لما بيحصل حاجه في الخليه هناك لازم شكله يتغير؟ يعني مش ممكن شكله ما يتغيرش؟ لازم شكله يتغير. طب لو شكله ما اتغيرش؟ لا شوفوا مين بقى كده عندي عدو في الخليه ومسحوق عليا. ان شاء الله اقول كلمه كده صغيره. تفتكروا التيومر بيعيش في جسمنا ازاي؟ التيومر بيعيش ازاي في جسمنا؟ بيعمل ام اس سي 1 ما بيغيروش.
طب التيومر اللي بنعرف نحدده ونشخصه ونتخلص منه والمناعه بتساعدني، ايه اللي حصل فيه؟ ام اس سي 1 اتغير. فاحنا بناخد قواعد عامه، لسه هنخصص التيومر، لو الكلام بقى اللي احنا قلناه زمان، ايوه بيحصل بس في شواذ دول، وده اللي بيخلي التيومر يعيش. استبرسل ايه لازمتها؟ استبرسل دي ما بتشتغلش دلوقتي خالص. دي خليه كده لها ماتيوريشن لوحده. لما ان شاء الله نقابل السيلف انتجن هم شغالين بزياده. جيش موجود هنا. هنا في الشارع. ده هي حرب العدو بتاعنا. عندي هنا مشكله. خلصنا المشكله، جيش عامل ايه في الطرق؟ قفل الطرق وقفل التجوال، ممنوع حد يعدي، فالخلايا مش عارفه نعيش. لازم دول ينسحبوا ويرجعوا مكانهم تاني. مع انهم مش بيحاربوا حد، مجرد وجودهم بس بره. نفس الكلام في خلايا كسمير. ساعد السر اللي عليها ام اتش سي 2 لما يتملي. لما تملي البروسيس ده مش. طول ما هو فاضي مش عليه حاجه، ده مش حاجه. بس خلايا يا عم. بيزودوا العدد بتاعهم، بيجيبوا العدد اكسباند النمبر طبعا بتاثير حاجه اسمها الدلوج بتاعهم اللي بيطلع في الفايلز. من دلوقتي الدلوج سبعه كام بتشوف بيطلعوا؟ اثنين صح. طيب عشان يحصل ماتوريشن للتي ومره عشان يعمل ماتوريشن للبي ناخد بالنا ان الخلايا الدبل نيجاتيف مش عليها تي سيل ريسبتور. شكرا. البرو تي سيلز والليتر بعد كده اكسبريس بوث سي دي 4 وسي دي 8 قبل ما يكونوا في سي ريسبتور. اسمهم دبل نيجاتيف بقى دبل بوزيتيف. يحصل ماتيوريشن. على فكره الجمله رقم خمسه هي جمله عارضه. ممكن تشيلها خالص من الكلام. هو لخص الكلام نط مره واحده. ده الكلام ده اخر حاجه حطها هنا. يحصل ماتيوريشن لسنجل سيل. ايوه طب ما ده اللي هنقوله دلوقتي ازاي؟ ديفلوبمنت تي سيل لسه بقى هنكمل بقى خطوات طبيعيه رقم 6 ورقم 5. لو انت عايز تشيل رقم 5 دي شيلها خالص مفيش مشكله خالص. ديفلوبمنت تي سيل ده بريس انتجن ريسبتور اسمه تي سيل ريسبتور سبيسيفيك فور سيلف انتجن. ايوه هو على فكره نط الكلام نط الخطوات. هو ممكن الخطوه الجايه يقول ايه؟ ان تي سيل ريسبتور از فورمد وان الثايمز بيطلعهم للدم ويرجعوا له اثنين. ده تبقى رقم 6 ورقم 7. رقم 6 اللي رجعوا له بقى الديفلوبنج تي سيلز ذات اكسبريس اكسبريس يعني عندها هاف انتجن ريسبتور يعني تي سيل ريسبتور سبيسيفيك فور سيلف انتجن. كلمه سبيسيفيك فور يعني اتاكي ار اليمينيتد تنتهي بالابوبتوز وحركه اسمها نيجاتيف سيليكشن او ديشن. طب انتوا حلوين زي الفل كده موتنا اللي بيعرفوا يهاجموا. اللي ما بيعرفوش يهاجموا نعمل معاهم ايه؟ الديفلوبنج تي سيلز ان ذا تايموس اللي احنا اتفقنا اسمهم ثايموسايتس من الاول. هوز انتجن ريسبتورز لو متضايقين من كلمه انتجن ريسبتور اكتب كده تي سيل ريسبتور. ما احنا عارفين ان مين هو الانتجن ريسبتور؟ هو تي سيل ريسبتور. بايند خلي بالكم من كلمه بايند يمسك بات دو نوت اتاك يمسك اه يهاجم لا
انا عندي واحده بتمسك وتهاجم وواحده تمسك وما تهاجمش. 2 زي ما انتم شايفين هي التي دي او التي دي بتمسك في مين في الخليه؟ مش في اي حته فيها، في حته معينه اسمها ايه الحته ديت؟ اسمها ام اتش سي. ام اتش سي هو باختصار ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس انتجن. لازم دلوقتي نسال بقى، لازم نعرف. لازم نعرف، ما دام اتقال يبقى لازم نعرف. اصل انتوا كنتوا زعيم الاف سي يعني ايه؟ اصبروا شويه والله، لكل النام ده يعني خلاص تحت ان شاء الله مناعه عندكم تخرج بس ذاكروها بس. المجموعه دي من الخلايا تعيش ريسكيو تنقذ من الابوبتوز من المجزره اللي بتحصل اسمها بوست سيلكشن. رقم 8 تايموسايت، هعيد نفس الكلام تاني. هوز ريسبتور دو نوت ريكوجنايز سيلف ام اتش سي على انه سيلف. اللي مش عارفه السيلف على انه سيلف. اللي عارفاه على انه ايه؟ المهبوله. يعني 8 دي كانها هي رقم 6. باي باي ديفولت، ده بياكد ان هي ممكن تموت تاني. لو في خليه كده شاورت عليها انها تهاجم السيلف، لا موتي مع السلامه. كلمة دو نوت ريكوجنايز سيلف ام سي اكتب جنبها كده بالعربي على انه سيلف. سيلف از سيلف. عشان ما تهاجموش. معنى صح دو نوت ريكوجنايز سيلف انتجن از بينج سيلف. هي مش عارفة ان هو سيلف، هي عارفة ان هو ايه؟ نون سيلف مع انه سيلف. تاني تايموسايت اشطب، ما احنا قلناها فوق. شيلها خالص. ما هي متقالة فوق. شيل رقم 8. بوست سيلكشن بس لسه الماتيريشن ما حصلش. بوست سيلكشن انشور ذات ماتيور تي سيلز ار سيلف ام اتش سي ريستريكتد. ايوه مخصصه لام اتش سي معين. قلنا قبل ما نكمل يا فاكره سي دي 8 سيلز تعرف على ام اتش سي يبقى ار سبيسيفيك فور كومبلكسز اوف بيبتايد وذ كلاس ام اتش سي 1. ايه دكتور كومبلكسز اوف بيبتايد؟ ما هو التغير في الشكل عباره عن بروتينات زياده تتكون. شيلها لو انت متضايق منها كلمه كومبلكسز اوف بيبتايد، هناخدها تاني ان شاء الله في شابتر لوحده. يعني سي دي ايه؟ ام اتش سي 1، نعم. انا ما بستخدمش خالص. ما بستخدمش فيها سي دي ايه؟ وما جبناش سيرتها خالص، عايز نعمل السيشن بتاعها بالصح كمان زياده نزوده. استبرزه ما تهمناش، ما تشتغلش في ان هي تهاجم. بس هي متعرفه على ذلك اتش سي 1 عليك نور. بس ما تهمناش برضه، دي شغلها لسه. طيب تي دي 4 تي سيلز ار سبيسيفيك فور كومبلكس اوف بيبتايد وذ كلاس ام اتش سي 2. دكتور كاتبها لي 2 ام اتش سي، على فكره خليها ام اتش سي 2 عادي. احنا مش ملتزمين قوي اسمه ام اتش سي 2 او 2 ام اتش سي، من اي نمبر 2 ام اتش سي. ايه هي دي؟ كده الخلايا اللي خارجه الخلايا لسه ما اتقلبتش. الخلايا اللي خارجه اسمها نايف تي سيل. اكتب على الجمله رقم 9 ام اتش سي ريستريكشن. السيركل يعني ايه ام اتش سي ريستريكشن؟ هتروح قايل له سي دي 4 سيلز بيهاجموا ام اتش 2 سيل او اللي عليها ام اتش 2 والسي دي 8 بتهاجم الام اتش سي 1. معلومات قوية وحلوة وتفاصيل ظريفة. نعم؟ ده خلاص ايه؟ بس كل مرة عندنا مشكلة العلم ده اللي هتستفيد منه في حياتك كدكتور كطبيب. انت سيبت كل انا استفدت بيها ايه ان شاء الله؟
انا ولا استفدت بيه حاجه خالص. ان شاء الله لما تخصص جينيتك او تخصص تي سيل او اميونيتي ايوه ابدع بقى في الكلام ده. ومين كمان صح؟ اي جي جي. ركزوا معايا الاي جي جي بيعرف يقف على الماكروفاج. حد يعرف يقول لي ليه؟ ليه ما يجي؟ يبقى الاف سي بارت بتاعه ديله له قاعده بيقعد عليها اسمها اف سي 4 اي جي جي. طب الام ينفع يقعد؟ لا. طب الدي ينفع يقعد؟ لا. الاي ينفع يقعد؟ لا. الاي ينفع يقعد؟ لا. يبقى ده قاعده خاصه للبيز للقاعده بتاعت الاي جي. حلو قوي. اللي اسمها اف سي بارت ده اسمه الاف سي ريسبتور والجزء ده اسمه الاف سي. لمين بقى؟ الاي جي جي. حلو قوي. ركزوا معايا في الكلام اللي جاي. اذا هيحصل انهانسمنت للفاجوسايتوز يعني ايه انهانسمنت؟ يعني الفاجوسايت كانت شغاله وبتاكل وبتبلع وبعدين جت تمسك الجزء زي ده كبسولين عليه كبسول من بره مش عارف زحلق راح جاي الاي جي جي. لا بصي اهو راح ماسك فيه يلا وراح قاعد عليه. ها يلا بقى يلا موتيه من هو تتوز. يبقى الحاجه دي اسمها اوبسمايزيشن. اسمها ايه تاني؟ اوبسمايزيشن. تاني اذا هو كان اصلا ما فيش اي جي لسه يبص الفاجوسات عماله قاعده تبلع في البكتيريا وبتعرف تبلعها بس تيجي تمسكها مش عارفه تمسكها تعمل اتاتش مش عارفه تعمل اتاتش بتزفط منها تتزحلق فصعبه عليه هي هتمسكها في الاخر بعد وقت. وراح جه الاي جي جي ولا يهمك. مسكها يلا وراح مستقر. اسمها الحركه ديت اوبسمايزيشن. ركزوا بالكلام الكلام مش مشروع كده. عشان نفهم هناخدهم في الاخر كلمتين. دي عندكم رقم اثنين. رقم اربعه. ركز معايا هنا بقى. اذا الاي جي جي بكتيريا مش كبسولات. عاديه خالص. بس الاي جي جي سبق الفاجوسايت في انه كان موجود في المنطقه اللي فيها البكتيريا وهاجم البكتيريا. راح جايه الفاجوسايت او الماكروفاج ايه ده؟ هو حضرتك موجود ما الاي جي اعلى منها خارج من بي سيل. طيب
انا هساعدك. خلي بالكوا بقى دلوقتي بقت مين اللي بيساعد مين؟ بقت هي اللي بتساعده. في الاول هو اللي ساعدها، هو اللي عملها انهانسمنت. انا هساعدك. هساعدك بان اساعدك ان احنا نموت العدو ده. شبه مين دي؟ اللي ما عملناش كده سيل. كان عندها نفس الحركه. الاي جي راح ماسك في الانتجن. وناش قالت انا هساعدك. بحاجه اسمها الاي دي سي سي اللي قلناها المره اللي فاتت، اللي اسمها ايه؟ انتي بودي ديبندنت. سيل ميديسا توكسيستي. اه يبقى الاي دي سي سي كام خليه بتعملهم؟ مينلي ناتشر كيرا سيل. وبعديها ما تروحش. دكتور هنحفظ ايه اصل ما فهمناهاش؟ اللي ما فهمش مش مشكله. هي بتعمل وظيفتين. اوبسونايزيشن بالاي جي جي او اي دي سي سي بالاي جي جي. الفكره مين سبق مين في الشغل؟ لو الماكروفاج سبقت الاي جي ده المنطقي انها تشتغل قبله. قاعد عايز تبدع الانجن مش عارفه، تعالى يا عم ساعدني، تعالى ساعدني، تعالى اعمل لي انهانسمنت، يبقى اوبسونايزيشن. اذا هي ما جاتش اشتغلت اصلا والانجن موجود والاي جي سبق في انه كان موجود وهاجم الانجن كان لوحده كافي. فهتجي الفاجوسايت هي اللي هتساعده معتمده عليه في اسمها اي دي سي سي. اللي فهم اوكي؟ اللي ما فهمش زي ما اتفقنا خلاص احفظه كده كلمتين. واحده من ضمن وظائف الماكروفاج ان عندها يونيفورم موحد، لان هي من ضمن افراد الجيش. اسم اليونيفورم ايه؟ اسمه ايه زي العسكري بتاعنا؟ اسمه ايه؟ ام 60. شكله كده على فكره فاضي ما فيهوش حاجه كده. يبقى الماكروفاج دي مش شغاله، ما قابلتش انتجن. يوم ما تكون قابلت انتجن راحت مكسراه، تروح حاطه الاجزاء اللي مكسره حطها هنا في الام 60 وتروح رايحه لتي. انهي تي بقى اللي هتساعدها؟ سيتوكسيك. طيب طبعا محتاجه لي تي اكتبين ايه؟ هيلب. عندها حاجه اسمها تي سيل ريسبتور. ايوه هو ده اللي بيستقبل بروسيسد انتجن. زودنا الكلام، مش بيستقبل اي انتجن، بيستقبل بروسيسد انتجن بس. يا حاجه تي انا الماكروفاج وهي التي. احنا قلنا على فكره المفروض تروح لمين في الخطوات؟ تروح للبي. هنختصر بقى الكلام، هي في الاخر البي هتروح للتي. نلم الكلام، كان الماكروفاج راح للتي مباشره، صح كده؟ كانها كده، في خطوه في النص اللي هي البي. وينفع زي ما قلنا ان الماكروفاج تروح للتي، ينفع على فكره بس ده في احوال معينه. خلينا في احوال معينه. الماكروفاج راح لمسها للتي، خدي دايره تكسر معايا اعمل فيه ايه؟ ولا حاجه، ما تعمليش حاجه. هي هتقول لي كده، ما تعمليش حاجه، انت شغال زي الفل، جايبه لي متكسر، زود شغلك. اشتغل اكتر فتروح التي هيلبر مطلع لها انترلوك الاثنين انترفيرون جاما، يقول لها لو سمحتي زودي العدد بتاعك، انت شغاله كويس. فكان بي مور اكتيفيتد عن طريق يحصل لها مور بروفريشن عن طريق تي هيلبر سايتوكاينز اللي اسمها ليمفوكاينز. الحركه دي كانت اسمها ايه؟ حركه التقديم بتاعت بروسيس ده اسمها ايه طارق؟ اسمها انجن بروسيسنج اند برزنتيشن، اختصارا اسمها اي بي سي. ولو قال لي انجن برزنتنج سيل هقول صح، ما احنا عارفين عشان يحصل برزنتيشن لازم يحصل بروسيسنج. هنا ما فيهاش خلية ظريفة جدا جدا جدا، محفز عام لكل خلايا المناعة. عارف بتطلع انترلوكن واحد اللي بيحفز التي هيلبر، يا نهار ابيض. هي بتحفز قوات الجيش؟ ايوه بتحفزه. عن طريق انترلوكن اسمه انترلوكن كام؟ واحد. وخلي بقى قوات الجيش يعمل فيها ايه؟ يروح محفزها، هما بيحفزوا بعض. جيش كامل بيحارب، مفيش حد بيستغنى عن التاني. فدي تحفز دي ودي تحفز دي. حلو. وطلع انترفيون، حد يعرف يقول لي اي نوع من الانترفيون؟ الفا ولا بيتا ولا جاما؟ جاما ايه؟ الفا. الفا قلنا الماكروفاج قبل كده انترفيون الفا. الفا صح عندنا؟ صح؟ الفا. المهم مين كان طالع جاما؟ تي هيلبر طبعا. حلو خالص. وطلع حاجه اسمها كولوني ستيميليتنج فاكتور، ده بيروح لبو مارو يقول لهم ايه؟ يا بو مارو كونوا لي مستعمره من خلايا المناعه. خدتوا بالكم من كلمه كولوني؟ كل استمرار فك كوني يعني كتر العدد يعني. انا عايز مور ماكروفاج، عايز مور مونو، عايز مونو سايز اكتر، انا عايز حد يساعدني. فيبعت للمنشا للبوم مارو ساعدوني. وطبعا بيكون هيومن كلوز فاكتورز، بيكون وبتكون بروستر جلاندينز، وبتساعد في تكوين مجموعات من الكومبلمنت المختلفه. دي الفانكشنز كامله بتاعت الماكروفاج. Thank you.
شاطر وذكي والماعي ويقول لي كده. هي الماكروفاج دورها اجينست الاكسترا سيلولار باثوجين ولا الانترا سيلولار باثوجين؟ اكسترا ولا انترا؟ اكسترا ولا انترا؟ اكسترا طبعا. امال مين اللي له دور مع الانترا سيلولار اللي داخل جوه الخليه زي الفيروس مثلا؟ مين؟ اي خلايا ماشي انت فيها ساعد مين؟ صح صح. مين من الخلايا؟ سيتوكسيك وقبلها ناتشورال سيلولار سيل. خلايا المناعه المونوسيتيك مايلويد احنا على فكره اهو خدنا منهم اول واحده اللي هي الماكروفاج. احنا خدنا المره اللي فاتت خدنا الليمفوسايتس كان بي وتي ناتشورال سيلولار سيل وخلصناها. قلنا ناقصنا حته البي سيل ديفلوبمنت دي سيل ديفلوبمنت فكملناها. بعد كده رجعنا تاني التقسيمه بتاعتنا خدنا اول واحده في المونوسيتيك مايلويد اللي هي الماكروفاج. حد يعرف يقول لي خلايا ثانيه مونوسيتيك مايلويد؟ ها سينوفيل ميزوفيل ونيوتروفيل. مش هدرسها ليه؟ النيوتروفيل اسمها الثاني على فكره بوليمورف. بوليمورف دي بتبقى بيكوسايد عندها نيوكليوي احجام بتكون مختلفه شكل يعني شكلها مش زي بعضيها. وانتم عارفين الكلام ده في الباثولوجي حلو بيسموها البي ام ان او البي ام ال هي هي. طيب نيوتروفيل خلايا محببه هي اللي اسمها باسترز وظيفتها فاجوسايد. على فكره هي اول خليه مناعيه بترد لاي انفكشن او انفلاميشن خلال ساعه. ناخد المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها البيزوفيل مش عارفينها ولا الايزينوفيل. الايزينوفيل هي خليه تصبغ بالاحمر بصبغات الدم. بيزوفيل خليه تصبغ بالازرق. انتوا عارفين الاثنين بيشتغلوا فين بس ازود معلومات صغيره دكاتره. الايزينوفيل دورها ايه عندكم؟ موجوده في انهي ماده؟ بعد صح كده؟ فدي انتي برازيت. ولها ماينور رول ماينور رول في الالرجي. حد يعرف يقول لي في الباراسيتوج دكتوره هنار؟ قولي لي كده انهي اي جي بيزيد في البارازايتس؟ ام جي اي انتوا عندكم مادة رابعة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مادة وهي رابعة. طب التالتة اسمها ايه؟ اصول التالتة؟ التانية اسمها ايه يا حساسين؟ بارا هي الأولى؟ والله حاضر. البارا اللي هي رقم واحد عندكم. ايه نوع الانتي بودي اللي بيزيد في اي بارازايت؟ الاي صح؟ اي جي اي. طيب وبنقول الايزينوفيل بتزيد في حد البارازايت يبقى بالمنطق كده بالمنطق الاي جي اي له ايه على الايزينوفيل؟ له ايه بقى؟ له في سي اس اف صح. اشمعنى الاي جي اي هو اللي بيزيد هنا في البارازايت؟ وعلى فكره هو نفسه اللي بيشتغل في الالرجي. هو نفسه عشان هي عندها اف سي ريسبتور 4 ده اي جي اي عشان كده بتعرف تشتغل معاه. نفس الكلام في البيزوفيل بس البيزوفيل دورها قوي في الالرجي الحساسيه تحديدا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. هناخدها ان شاء الله بعد كده. واحنا قلناها قبل كده اسمها انفلاكس او ادب الناس الكومبليكيشنز والدراج انتي بيتس رقم واحد توكسيستي اثنين هايبر سنسيتيفيتي. ميزوفيل بتشتغل فيه الالرجي وهي المين سيل في الالرجي ويمكن بيساعدها الايزينوفيل. حد يعرف يقول لي اشمعنى الميزوفيل بتشتغل في الالرجي؟ اصل هي بتشتغل مع الاي جي. طب اشمعنى بتشتغل مع الاي جي؟ عشان عندها اف سي ريسبتور 3 للاي جي. قول يا تو الايزينوفيل كنا خدنا في الالرجي ان الايزينوفيل بيحصل الايزينوفيل اما انا قلت اهو الجي ماشي يعني النوع الثاني يعني اه بالظبط كده في الالرجي زياده في دي وزياده في دي اثنين بس اللي هتشق على فكره اقول كلمه صغيره كده الايزينوفيل بتزيد قوي قوي بس دورها في الالرجي مش قد البيزوفيل. البيزوفيل زياده صغيره بس ايه تعبان بتطلع هيستامين جرانيولز اللي جواها هي دي اللي بتساعد في الالرجي. طيب الايزينوفيل جواها جرانيولز قاتله للبارازايت. البيزوفيل جواها حاجه اسمها هيستامين جرانيولز طبعا بتطلع الفيروس ثانية بتساعدني في الالرجي. هناخدها ان شاء الله.
اخر صفحه هي دندريتك سيلز. بس يا دكتور لو سمحت. خلايا الدندريتك سيل هي خلايا المنشا بتاعها هو الدور مارو. بس يا دكتور عشان نخلص على طول. مينلي من المونوسيتيك مايلويد لينيج. شكلها عامل زي الشجره. لها الياف صغيره كده عامله زي الشجره زي الياف الشجره. بيسموها دندرايت. شجريه الشجر. ماشي. دي افرع شجر يعني. تمثيل. مينلي مونوسيتيك مايلويد. الوظيفه الرئيسيه بتاعتها من غير تفاصيل مش عليك التفاصيل بتشتغل اي بي سي. لو قال لي في الصح والغلط ديورنج بي سيل ماتيوريشن صح يعني هي شغاله اي بي سي من واحنا لسه من فيتا لايف بي سيل ماتيوريشن ده بيحصل فين واحنا في الرحم اه شغاله من ساعتها اي بي سي ومكمله بعد كده دورها في الحياه دورها الرئيسي هو اي بي سي المجموعة دي زي اللانجرهان جاين سيل ايوه موجودة فين دي؟ موجودة في السكين والميوكس ممبرين وزي أي خلية هنلاقيها في أي تشو اسمها انترستيشيال سيل. انترستيشيال سيل دي في الأصل اندريتك سيل لها وظيفة مناعية اللي هي كانت إيه زمان؟ إي بي سي ودلوقتي هي إي بي سي طبعا هو اللي هيكمل مكانها إي بي سي بعد كده في جسمنا ما بروفعش دي اللي لها دور أكبر في إي بي سي بس لغاية أهو مش مشكلة يعني مش مهم نعرف التفاصيل هي اي بي سي. دي الرئيسيه اللي خارجه مونوسيتيك مايلويد موجوده في كل التيشوز في كل الجسم احيانا بيتسموا اسماء خاصه حسب التيشو زي لانجرهانز كده انت بتكسب خارجه مونوسيتيك مايلويد تحت السكين اسمها لانجرهانز انترستيشيال سيل في اللونج سبلين كيدني في اي حته في عندي سب تايب تاني خاص جدا المنشا بتاعه لينفويد وده فيري مينيمال اماونت بتروح تعيش في اي مكان اسمه لينف مينلي اللينف نودز فيسموها بتعيش في حاجه اسمها اللينف فوليكلز فيسموها فوليكولار دندريتك سيل هي نفس الكلام بالظبط بتاع دي كشكل وفانكشن مختلف بس في حاجه واحده ايه هي؟ ايه هي الحاجه الوحيده؟ الاوريجن بتاعها كان ايه بقى؟ لينفويد ولا موسيس مايلويد؟ لينفويد والاستقرار بتاعها فين في الاخر؟ في لينفويد اوريجن هي لينفويد لينفويد فاهم؟ الرجاله صراحه في عمشه ولا سبعه؟ ان شاء الله الشطر الجديد